أنا دكتورة ريم عبد الحكم، مديرة المعمل AVC مستشفى الأوعية الدموية قدم السكري ومديرة الكواليتي في المعمل. أنا بشتغل في المستشفى مستشفيات عموما بقالي دلوقتي أكتر من 25 سنة. أنا بواجه كنا دايما في المعمل بنواجه إن الأطباء ما بيدوناش الهيستوري كامل للمرضى. انا بس بطلب من الدكاتره ان هم يبقى في انتجريشن بينهم وبين المعمل، لان دي حاجه مهمه جدا بتفيد البيشنت، سواء ان هو نيو بيشنت نيو ادميشن، انا بعرف الهيستوري بتاعه من العيله منه وببلغ بيها المعمل، لان ده بيفيد جدا في التحليل. انا ما ينفعش ان انا يطلع لي تحليل رينال دايلسيس مثلا، هو رينال دايلسيس وما يقوليش ان هو ما بيغسلش. المريض ممكن ما بيبقاش واعي قوي، ممكن ما بيبقاش قادر ان هو يفيدني بكل الداتا. انا بطلب من الدكاتره ان هم التشخيص ده يهتموا بيه جدا في الريكوست بتاع المعمل، وكمان اي علاجات بياخدها، لان دي بتاثر على التحليلات بتاعتي اللي بقدر اطلعها للدكتور بصوره صحيحه، علشان اقدر ان انا افيد المريض وهو كمان يقدر يشخص المرض بتاعه صح، وان شاء الله نتمنى الشفاء للمرضى. شكرا.